مسؤولون بالغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء ستات بملحقة الغرفة بمديونة لقاء تواصلي مع مجموعة من الفلاحين للوقوف عند المشاكل التي يتخبطون فيها. هذا اللقاء تم شهري، كيكون شهريا في الغرفة، وتزامن مع هذه المشاكل ديال التسويق ديال اختلاف الخضار. ولكن هذا الموسم هذا بالذات هذا التاريخ تزامن مع الانتاج ديال الفلفل الحار اللي كيكون مره في السنه وكيكون في هذا الوقت. هذا الفلفل حقيقه وزاره الفلاحه قامت بواحد المجهود، عاونت واحد التعاونيه، عطاتها امكانيات ماديه معنويه اجهزه الات الى اخره، على اساس انهم غادي هما قالوها هاد الناس اللي في التعاونيه قالوا غادي نتسوقوا 300 هكتار ديال هذا المنتوج هذه السنه. الفلاحات يسمعوا هذا الشيء، سمعوا هذا الشيء بالنسبه لهم صافي هادو داروا زاد. اليوم الشركه ما تسوقت والو، جالسه داك الشيء ضعيف جدا اللي كتسوق، ما كاينش داك الشيء المطلوب. الناس ولاو كما قالوا كما صرحوا الفلاحه، السلعه كطيح عليهم بجوج درهم ونص، كيبيعوها بدرهم و40. ذاك الرقم الاخضر درنا لكم تجربه حيه، راكم نقلتوها شفتوها، الرقم اللي عطاونا في الشاشه قال لك اتصلوا بي باش يعطيكم معلومات، اتصلنا بحداكم ودرنا الميكرو، انتم سمعتوا شنو قالوا الناس ديال هما، خص اللي يعطيهم معلومات بعدا باش بالاحرى انهم يعطيكم معلومات. ولهذا حنا طلبناهم قلنا لهم دابا التعاوني ما بغاتش تشتغل، على الاقل فتحوا الباب للفلاحه يجيو يطحنوا المنتوج ديالهم ويشريوا برامله ويديروه، لانه دابا هذا المنتوج كياخذوه المضاربين اش كيديروا؟ كيشريوه ب 28 كيطحنوه كيديروه برامل كينتظروا البرد كتقل السلعه كيبداو يبيعوا فيها ب 300 ريال 20 درهم للكيلو. هذا انا تنتمنى الفلاحه يديروا هذه العمليه ينتجوها، نعاونوهم بالبرميل، ما يمكنش نعاونوهم بالبرميل ونحلوا لهم غير الباب التعاوني اللي الدوله عطات فيه 400 مليون ومجددين البيبان ديالها، وخليوا هاد الناس اللي عندهم امكانيات في المنتوج ديالهم ما يلوحوش ب 28 ريال، يشري يزيدوا برميل يشريوه ويطحنوا ديك البركه ويخليوها من تدير 300 ريال 20 درهم على الاقل يبقى باش ينفع. حنا ما تنطلبوش شحال هي داك باش انت المضارب نقطعوا عليه الطريق. المشاكل اللي كنلقاو دابا حنا في الواد المالك في الهيل الفلفله ما كاينش لا سوق الثمن ما كاينش، دايره درهم و40 فرانك اللي دايره تما كاين، حنا طالعين بجوج دراهم و50. دابا المشكل اللي عندنا هو التسويق، المشكل الوحيد اللي عندنا هو التسويق لهذا المنتوج، والسماسيره موجودين، المطالب ديالنا هي يوجدوا لنا اسواق فين ندفعوا هذه السلعه. دابا كاين المستثمرين اللي كيجيو من برا كيديو السلعه بثمن رخيص وكيبيعوها بثمن غالي لهي، ما حنا كياخذوا معنا بثمن هزيل جدا. طرقنا عده ابواب تبا ما لقينا محلول، دفعنا الاسئله ديالنا للسي المدير الجهوي، نتمناو من الله يلقاو لنا شي حلول باش حنا نسوقوا المنتوج ديالنا ونعيشوا حتى حنا بخير. وينتظر الفلاحون الوصول الى حلول جذريه وليست ترقيعيه للمشاكل التي يعانونها في القطاع بعد التواصل مع المسؤولين وشرح اصل الداء.